صرنا تقريبا بنص المسلسل هلا نجاح فينا نقول انه ايه بلشنا هيك نحس باصداء كتير كتير حلوه. ما حقلك بكير لنحكم لان خلص صرنا بنص الطريق. اصداء كتير ايجابيه نيكولا الحمد لله، الناس عم تتفاعل معه بطريقه حلوه. هذا مسلسل سلس، هذه هي الكلمه اللي بتوصفه، مسلسل واقعي سريع واللي جاي يا ويلي بعد احلى واحلى. ليك قلت لك انا انه نقطه قوه من الاخر هي واقعيته. شو يعني واقعيته؟ نحن اللي عايشين بعصر كل شيء فيه سريع، كل شيء فيه بتحصل عليه بتكه، فيكون انت باخر الدنيا انا عم بحكيك مسج تعرف شو عم بيصير بحياتي. هيدا الشيء عم نلمسه بس نشوف لما يفوت طبعا ورد، لانه هو عم يلعب دور لايف كوتش موتيفيشن سبيكر على انستغرام، على السوشيال ميديا موجود كثير. السوشيال ميديا تقريبا محور المسلسل كله بيصير على السوشيال ميديا لان هي حياتنا. قد ايه بتقضي انت وقت على تليفونك بالنهار؟ بقى هيدي السرعه وهيدا الشيء اللي عم تلمسه انت هي الواقعيه، هي حياتنا اليوميه اللي عم نعيشها بعصرنا اليوم. وهذا عم بيخلي الناس كتير تحس هيك كما انت قلت لي قبل شوي، عامل سكريبت شو قريب على القلب، شو اشياء نحن بنقولها على طول وما في تعباية وقت فاضي، ما في طماغ، ما في تعال نعبي مشاهد بحكي ما له طعمه. كل ممثل عنده طريقه او تكنيك معينه بيشتغل فيها على الدور، مش تكنيك واحده، تكنيكات، يعني ما في مدرسه واحده بتقول لك كيف تشتغل. وانا اللي بعمله هو مجموعه خبره بالحياه اكتسبتها مع الوقت ومومتي هلا كثير غيرت فيي اشياء. هذا اول دور بقديه بعد ما صرت ام، بقى هول كلهم بحط جزء من حالي بالشخصيه بنفس الوقت. السر تبعي إذا بدك شخصياتي وكيف بقدي الدور، إنه بيصير هالدور بتصير ياسمين هي حياتي بهالفترة. يعني بدي أفسر لك إياها كيف، يعني حياتي أنا ريتا أم جار والزوجة والهيدا هي on hold وياسمين بتسيطر على حياتي. عبد الله عطول بيسألوه بيقولوا له انت ما بتزهق مع ريتا، عايش مع كذا مره بنفس البيت؟ بيقول لهم ايه شو عبالي، ومش بس انه بالشخصيه والمود، بالشكل. نهار بيكون شعري احمر، نهار اسود، نهار اشقر طبيعي، قصدي بني فاتح، انه والمود اللي انا بعيشه بهالشخصيه بعيشه هو معي بالبيت. لذيذ هالشيء لانه تغيير، يعني بيتسلق. من الآخر كتير مميز بالممثلين اللي مشاركين فيه. أولاً كلهم ممثلين محترفين وكلهم بحترمهم وبحبهم. وبدي أحكيك على السريع لأنه أكتر شيء عندي أنا مشاهد مع فؤاد يمين، مع بديع أبو شقرة، طبعاً مع معتصم النهار ومع سينتيا سميال وأمي هيام أبو شديد. حقلك سريعاً عن كله، ما بدي أفل حدا. رح بلش بأنا وورد، يعني أنا ومعتصم أول مرة بشتغل معه، كتير كتير استمتعت لأنه نيكولا ممثل محترف. يعني كنا قبل كل مشهد نقعد نحضر سوا أنا وياه، ما في مشهد يطلع هيك مجانا، بيحترم مهنته جدا. نفس الشيء سينتيا لأنه جديدة بعد على الأجواء، كتير قابضة اللي عم تعمله بجدية وعم تشتغل على حالها. ومشاهدي أنا وياها من أكثر المشاهد، حكينا هي حكيت لك كمان وقالت لك من أكثر المشاهد اللي انبسطنا نحن عم نعملها. فؤاد يمين، فؤاد كان معي بالجامعة وفؤاد ولا مرة اشتغلت أنا وياه، هذا أول تعامل. والدور اللي عم يلعبه عادل شغله بطريقة حلوة لدرجة إنه أنا وياه أنا كنت أحضره أنا وعم صور معه، يعني أنا مش كأني ياسمين عم مثل، عم بحضره كده. فظيع فظيع. وبديع حبيب قلبي اشتغلنا سوا على المسرح وهي أول تعامل لنا على الشاشة بمسلسل سوا. في هيك كيمياء بتجمعنا، في ارتياح، في هيك سلاسة بيقطع المشهد، هيك نفهم على بعض. عم يلعب بينج بونج هيك بيردلك الطابة. وهي أم أبو جديد هي حبيب قلبي، بعت لها ماما كل الوقت كيف بعت له لجار. كثير انبسطت إنه لعبت دور أمي وحسيت بهالبوند، حسيت إنها أمي بهالفترة كثير. بما إنه نحن بشهر أكتوبر عبالي أقول لكل امرأة إنه أنت يا مرة من أهم كائنات الأرض ولازم تعرفي هالشي، وما بحياتك تنسي هالشي. منشان هيك اهتمي بحالك بصحتك، إن كنت أم ولادك عايزينك أو زوجة أو ما كنت أم، أنت من أقوى مخلوقات الأرض. اهتمي بحالك لأن الوقاية أهم من ألف علاج. وعطول بهالشهر تذكري إنه تراجعي حداً.